السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا اهو هنعمل طحال ان شاء الله بإذن الله زي ما هو كده اهو هنعمله تمام، ولا هنشيل الجلدة دي من عليه ولا اي حاجة خالص، لان لو اتشلت ممكن يتخرم، ولو اتخرم اصلا ممكن يطلع كل الدم اللي جواه. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. هنغسله وهنحطه يتنقع في ملح الليمون. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طيب هنحط له شويه ملح، ميه طبعا، وهنعصر عليه ليمون اهو. هنسيبه حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة على حسب، وبعد كده نرجع نغسله ونشوف هنعمل فيه. يبقى انا نقعت الطحال اهو وخلاص، انا هاخده اغسله تمام، اغسله كويس برضو من الليمون والملح، وبعد كده هحط مية تغلي على النار وهوريكم نحط في المية ايه برضو بعد ما نغسل الطحال. هوريكم هنعمل ايه كده. خلاص شطفته من الليمون والملح، هو اصلا مش شرط ان هو يتصفى لانه كده كده هيتحط في ميه مسلوقه، فاحنا هنحط حله ميه مسلوقه على النار اهو. حطينا حله ميه مسلوقه على النار وهنبتدي بقى ايه نحط فيها بصل اهو، ورق لورا، وهنحط فيها حبهان ويفتحوا. فتحنا الحبهان، وبرده هنحط دي تقريبا هي ليمونة ناشفة، أنا لسه معرفتش اسمها، بس هي بتتحط يعني في الشوربة وكده. لو حد يعرف اسمها يقول لي اسمها في التعليقات. نحطها برضو، نحط حبة فلفل أسمر. دي مية هتغلي وبعد كده هنحط الطحال. طيب بصوا المية بتغلي اهي، هننزل بقى ايه بالطحال. المفروض هنسيبه برضو من ساعة لساعة ونص تمام، زي الفشة اهو. ولما يجي يستوي برضو هقول لكم تعرفوا ازاي ان هو استوى تمام. انا هسيبه بقى كده على نار يقعد يغلي مع نفسه، وفي الاخر برضو هنحط له الملح بس في الاخر. طيب وبكده معانا بقى كده الطحال استوى اهو، استوى هيبرد. بصوا عشان انا قلت لكم في اول الفيديو، يعني لو عايزين تعرفوا هو استوى ولا لسه، اللي هو انتوا هتعملوا كده هيخش معاكم لجوه. بصوا هو بقى يبرد ويبتدي ايه اقطعه واوريكم الطريقه. وبكده يكون الطحال كده خلص، المفروض ان احنا هنقطعه. احنا لو هنقطعه تخين ولا رفيع، بس تعالوا نقطع من الحته الرفيعه الاول. بصوا بلاش نقطعه رفيع عشان خاطر هينشف وهيبقى وحش واحنا بنحمره. يعني بصوا الحته دي عامله ازاي، هقطع لكم وارجع لكم واحنا بنحمره ان شاء الله. وبكده اهو قطعته حتت، بصوا اهي لا تخين اهو، وحطيت الزيت على النار كده اهو. ويدوبك ياخد وش بس كده اهو، وبكده خلاص اتعمل معانا. وحط له بقى رشة ملح على رشة فلفل، وألف هنا وشفا على قلبكم.